هاد اللقاء ديال هو داخل ضمن سلسلة منتديات. هاد المنتديات شنو الفكرة ديالها؟ هو أننا التحولات ديال الواقع المغربي في أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية نحاولوا نفهموها ونفتحوا نقاش مع فعاليات اللي يمكن تساعدنا في فهم هذه التحولات من جهة، ومن جهة أخرى نحاولوا نشوفوا هل المهام التي حددنا لأنفسنا في الماضي كانت في مستوى رفع التحدي وفي مستوى مواجهة هذه التحولات أم لا، وبالتالي هل هناك تقويمات يجب أن ندخلها في منهجنا لفهم الواقع وللتعامل معه. وبالتالي كما لاحظتم كان هناك نوع من الصراحة في مطرحة القضايا، فلم نتستر على ضعفنا، حاولنا أن نفهم لماذا حصل هذا الضعف، ثم حاولنا أن نستمع إلى الآخرين لكي يساعدوننا في فهم أو استيعاب الطرق والوسائل التي ستمكننا من تجاوز هذا الضعف. عندما أقول ضعف، ضعف الأداء، ضعف التنظيم، ضعف التجدر، ولكن لا أقصد باعتبار حتى التعطير داخل فيه ذلك، لأن هناك ضعف في التعطير حتى يعطينا واحد الكلمة واحد يعطينا واحد يعني طبعا راه داخل في هذه مظاهر الضعف، ولكن ليس معنى هذا ان افكارنا الكبرى غير صحيحه. والاحداث تثبت، ومن بينها الجائحه تثبت مثلا بانه الافكار التي دافعنا عنها، الشعارات التي رفعناها على محدوديه عدد الناس الذين كانوا يمثلوننا في البرلمان، الأشياء التي كانوا يقولون تبين فيما بعد أننا محتاجين لها أكثر من أي وقت مضى. لكن طبعا هذه الأفكار نفسها في حاجة إلى تطوير، لا يمكن أن نبقى في حدود ما قلنا في الماضي، يجب في المستقبل أن نجود أفكارنا، أن نجود وجودنا، أن لا يكون لنا نائب أو نائبان في البرلمان، بل أن يكون لنا عدد أكبر. ياك احنا نقول ان نوابنا في البرلمان يجب ان يكونوا مرتبطين بالشعب، كيف يمكن ان نقوي هذا الارتباط اكثر مما كان في الماضي؟ الى غير ذلك، كيف يمكن ان ننفتح على مزيد من الطاقات الشبابيه؟ الى غير ذلك من القضايا التي كانت موضوع تداول اليوم. كنشكرك، عفوا، نكون عندنا لقاء معك سيد ان شاء الله، ان شاء الله كافيه لمناضل في مستوى ان شاء الله. كان معنا اساسي عضو الهيئه التقريريه لفيدراليه اليسار. ما اعتقد ان